احب الشباب اللي معروفه تيجي عند البنات في سن المراهقه، ولكن 20 حتى 40% تقدر تصيب في المراه في الحمل ديالها. علاش؟ لان كاين واحد اسمه ديال واحد البروجستيرون تتخلي الجذر ديال الزغب اللي عندنا في الوجه تتصاب واحد الالتهاب، يعني تتزاد الا كان السيده عندها حب الشباب، غالب الامر تتزاد عليها حب الشباب في الحباله. دونك والدواء ديالو اللي هو خاص يكون ملائم، ما خصوش ياثر على الحباله، لان اللي معروف الدواء اللي تعطى من غير الحباله هو مزيان وافيكاس 100%، ولكن ما تكون المراه حامله كاين خطر عليها وتؤدي للتشوهات في الجنين. يعني كاين شي ادويه اللي خصنا ما نعطيوهمش في الحباله. المسائل اللي يمكننا نعطيو والاحسن واللي هما كاينين لي ريكومونداسيون، يعني الناس في العلماء ديال الطب شنو خصو يتعطى. المسائل اللي غتدهن في الوجه، يعني لوكال تريتمون غير ديال الوجه، ما تنعطيوش الحبات اللي هما اللي فيهم واحد الماده اللي تعطي التشوهات. تعطي واحد الماده اللي فيها واحد لونتيبيوتيك تقدر تدهنها السيده في وجهها، هذه الاولى. الثانيه كاين واحد الماتير اللي هي لو زانك، تقدر المراه تاخذو من بحبات يتخاضو تاثرو بواحد الطريقه ايجابيه باش تنقص حب الشباب في الحماله. بالحق الا كان حبش كاين، وكاين ادويه اخرى اللي هي كاين لازير وداكشي، ولكن حنا تنفضلوا ملي تيكون حب الشباب دائما تنبداو المسائل اللي تريتمون لوكال لا كريم بوماد، وتنتفاداو هذوك اللي فيهم واحد لي ريتينويد اللي هما تعطيو تشوهات. ولا خذتهم المراه في خلال الحباله تنخصنا ولا بدا تنشوفوا معاها واش يمكن لنا كاع داك التربيه الا كان خطر كثير، تقدروا نديروا اجهاض المبكر باش ما تخرج التربيه فيها تشوهات. حب الشباب اللي عند المراه الحامل ملي تيجي راه ماشي خطر وماشي ما كاينش الدواء، الدواء كاين خاص غير هو الدواء ما يكونش عنده تاثير على الجنين. ولا المراه خدات شي دواء وماشي تجي من راسها تاخذ الدواء اللي كتاخذ قبل الحباله ديال حب الشباب وتقول تبغى دير الدواء راه صافي تقول حقها هذه راه غير كريم راه غير هذا ماشي مشكل، لا، هذاك الدواء اللي كنتي تاخذي قبل الحباله راه يقدر يكون عنده تاثير ويدير تشوهات للتربيه والجنين ديالك. ما تبداش الدواء قبل ما تشاوري مع يا اما الطبيب الاختصاصي ديال الجلد او لا طبيب اللي دار فيه الثقه وعواله تبع معاه الحمل ديالك.